أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في بعض البلدان الدور المشرفة على اللقطاء عندها إذن بأن تأذن بأن يأتي شخص ويأخذ طفلا وينسبه إليه بالأوراق الرسمية، وأهم من ذلك أن بعض النساء اللاتي هي عقيم أو لا تنجب، قال: تأخذ طفلا ثم تأخذ من بعض الأدوية فينزل اللبن منها من دون حمل أو وضع، وإنما بسبب هذه الأدوية، فهل يثبت لها عندئذ حكم إرضاع هذا الطفل؟ أما السؤال الأول وهو أنه ينسب إلى نفسه، هذا حرام ولا يجوز، ما يجوز ينسب إلى نفسه طفلا ليس منه، هذا يترتب عليه محرمية ومواريث ويترتب عليه محاذير، ما يجوز هذا. لكن كونه يحسن إلى هذا اللقيط ويربيه ويصرف عليه هذا طيب، لكن ما ينسبه إلى نفسه ولا يضيفه إليه عند الأحوال المدنية، حرام هذا، ما يتبنى. الله أبطل التبني: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم فهو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. تقول أخي، أخي في الدين، ما تقول بعد أخي وتسكت لئلا يتوهم أنه أخوك من النسب، تقول هذا أخي في الدين، فإخوانكم في الدين ومواليكم. فلا يجوز أن الإنسان ينسب إلى نفسه أجنبيا ويتبناه، هذا حرام، أبطله الله جل وعلا في القرآن. وأما المرأة التي تأخذ علاج لإدرار اللبن، إن كان هذا اللبن يتغذى به الطفل، شربه في الحولين يتغذى به، فإنه ينشر الحرمة. أما إذا كان أنه ما تغذى به ولا يغذي، أو خارج الحولين والطفل كبير ويأكل الطعام، فهذا الرضاع لا حكم له ولا فائدة منه. نعم.